الغابة. السلام عليكم، راه معكم تغزلت نور الدين المتواجد في القطعة أرض الموجودة بعين بن نعمان بلدية زموري، دوار عين بن نعمان بلدية زموري ولاية بومرداس. متواجدين في القطعة على الأرض اللي تبع العائلة تغزلت محصغير. هذه القطعة على الأرض دخلت في النزاع عام 1968، يعني عندها 52 سنة. هذا القطعة على الأرض تغزلت محصغير عنده العقد، لما مات لما استوفى خلاها لزوج ولاده، تغزلت سعيد تغزلت الجوهر. في عام 1946 شرا حق الجوهر، عام 1968 جاو ناس يشرعوه، يعني يقولوا له القطعة على الأرض هذه رانا شارينها عام 1911. دخلوا النزاع، يعني أنا ذاك جدي هو اللي كان معاهم في العدالة، قدم الوثائق تاعو، لو باع قال لهم لو باع بابا هذا القطعة تاع الأرض في عام 1911 كيفاش يشري حق أخته في عام 1946؟ هذا غير معقول. لحقنا عام 1974، القاضي قال لازم الخبير في في محكمة ثنية أنا ذاك ولاية الجزائر. لما خرج الخبير قال القطعة تاع الأرض تغزلت محصغير بالدليل وبالوثائق، اصدر الحكم القطعة تاع الأرض بالخبير بالدليل تغزلت محصغير، كمل الحكم حتى للنهائي، اشرع لحقنا للمحكمة العليا، لحقنا للحكم النهائي، لحقنا للحكم النهائي. القاضي قال قطعة أرض تغزلت محصغير بتعيين الخبير والدليل عن هذا، لو باع في العام 1911 كيفاش يشري حقته عام 1946؟ يعني هذا دليل زيادة عن الخبير، يعني الوثائق كلهم موجودة عندي. أنا ذاك جدي راح لمحافظ العقار سجلها بالحكم في برج منايل ولاية بومرداس، هذاك الوقت ولاية بومرداس، يعني سجلها في بطريقة قانونية، كاين وثائق، كاين وثائق، كل حاجة موجودة أنا ذاك. ومورها بداو يبنوا البنيان هذا اللي راك تشوف فيه، يعني بطريقة قانونية بالوثائق بكل حاجة، المساكن يعني، يعني المساكن فوالا. عام 2013 طلبونا في العدالة كأنه احنا خاينين، رانا مستولين على القطعة على الأرض وكادسترناها بطريقة غير شرعية، محكمة بومرداس. والملف هذا الاول، الملف السابق ما جبدوهش في القضيه ماض، يعني عندنا حكم نهائي ما جبدوهش نهائيا. لما رحنا للمحكمه الابتدائيه، الاحكام المحكمه الابتدائيه اعطتنا عدم الاختصاص، كسروا الشرع للمحكمه الاداريه، كواغطنا ما حضروش، هاو الحكم راهو عندي، كواغطنا ما حضروش. القطعه تاع الارض صبحت ليهم، القطعه تاع الارض صبحت ليهم بعقد ملغي من عند الخبير. 2014 كسرنا الحكم للمحكمة العليا، درنا إشكال في التنفيذ، مجلس الدولة أعطانا إشكال في التنفيذ، يعني كاين إشكال في القطعة على الأرض هذه. لما دفعناه للمحكمة العليا أصدر الحكم 2015، أصدر حكم لتأييد الحكم تاع 2014 اللي هو وقتنا ما حضروش فيه، اصدر حكم يعني الغاء العقود اللي مصادق عليهم الخبير، والقطعه تاع الارض اداها العقد اللي لاغيه الخبير. يعني احنا راهم يستدعيوا فينا باللي رانا مستولين على القطعه تاع الارض هذه بطريقه غير شرعيه وتحيل مع القانون، حبوا يخرجونا يستدعيونا للمحكمه، راكم مستولين على القطعه تاع الارض، خطره يحكموا علينا بغرامه ماليه، خطره يحكموا علينا بالسجن، وما عرفناش وين نروحوا. قضيه يعني باش دخلوا في الدور الثاني معانا، يعني الدور الثاني اللي نهزمنا فيه، جاو عصابة تاع العقار هما استكلفوا بالملف هذا، العصابة تاع العقار هذا هما اللي استكلفوا بالملف هذا،
ويعني دوك رانا منهزمين امامهم والقطعة تاع الارض تاعنا وناشد السلطات باه تتدخل. لما جاء المحضر قضائي ينفذ علينا هنايا يعني عنده الطرد من قطعة ارض، ما عندوش السكن اللي مبني بطريقة شرعية، هذا السكن عندنا الوثائق عندنا كل شيء. لما جاء ولقى القطعة تاع الارض ما دارش اشكال في التنفيذ، دار التنصيب تحيل مع القانون، وموراها يستدعيونا باش يحب يقول رانا مستولين على القطعة تاع الارض. طلبوا من معالي وزير العدل بالقاسم زغماتي ورئيس الجمهورية يعني بيفتحوا تحقيق في الملف هذا، رانا نحقرنا ورانا عيينا في الموضوع هذا، يعني ظلم بعينيه كما يقولوا، ما لقيناش وين نروحوا، وين طبطبنا لقينا البيبان مغلوقين. يعني بالتالي قطعة أرض يديها لك عقد لاغيه الخبير، يعني هذا غير معقول، ونطلب من السلطات تتدخل.